وبأكد مرة أخرى توجيه تم لوزارة الداخلية وكل الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء والمنظومة الغير رسمية اللي كانت موجودة لتحويلات المصريين في الخارج وبقية المعاملات الغير رسمية. وشغالين على الأرض النهاردة وحنشتغل عليها لأنها بكل المقاييس هي حرب. حرب علشان نضمن ونعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري والموضوع سوق العملة اللي كان للأسف بيؤثر بصورة سلبية بصورة كبيرة جدا على الاقتصاد وكان خالق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين والمتاجرة بالأسعار السلع اللي كانت بتحصل. أنا كنت بقعد مع كل التجار والمصنعين وكان كلهم بيكلمونا وإحنا بنتكلم على ضبط الأسواق بيقول إحنا بنعاني من توافر الدولار ومش عارفين ندبره وبنضطر نروح ندبره بالسوق السوداء والسوق السوداء بيعلى ومضطر بناء عليه إن أنا أسعر السلع بتاعتي بسعر الأسواق السوداء لأن أنا مش قادر أخد بالسعر الرسمي. النهاردة بالخطوات اللي إحنا بنعملها إحنا عشان نوحد سعر صرف وإن شاء الله طبعا زي ما حضراتكم شايفين الأرقام أقل بكثير جدا 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 من أرقام السوق السوداء اللي كانت موجودة.